لا بديل عن الانتخابات الحرة النزيهة والانتقال السلمي للسلطة، ونريد للانتخابات أن تكون رافعة للتغيير. كفانا تجربة 18 سنة من الانتخابات والتغيير لم يتحقق، ولا تزال القوى السياسية الماسكة بالسلطة، قوى المحاصصة والفساد، قوى المحاصصة الطائفية، قوى السلاح المنفلت تتحكم بالمشهد السياسي. زين، وبالتالي عندما طالبت انتفاضة تشرين بانتخابات مبكرة، هي طالبت بتغيير للمنظومة السياسية. هذه المنظومة السياسية اليوم هي تتنافس فيما بينها من خلال بعض الإجراءات اللي سوتها بالبداية. مثل ما قلت لك بالبداية، أخرت إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي. لو كانت الانتخابات في بداية 2020، في وسط 2020، كان الوضع غير الوضع اللي احنا اليوم نعيش به. كان الجمهور جاهز فعلاً للتغيير. هي حاولت بقدر الإمكان أنه تخلي هذا الجمهور يلتهي بقضايا أخرى، واليوم اللي جاي نعيش الوضع هو بالتأكيد لمصلحة هاي القوى السياسية المتنفذة. لاحقاً نتحدث عن سلاح منفلت، سلاح خارج إطار الدولة. هذا مو أنا أتحدث به، هذا الحكومة تتحدث به، القوى السياسية الكبيرة أيضاً تتحدث به عن مخاوفها من استخدام السلاح المنفلت في وتدخله بالانتخابات. ليس فقط القوى المقاطعة أو القوى التي ترغب أنه يكون هذا السلاح المنفلت في الإطار السلمي الدستوري، الأجهزة الدستورية للسلطة. قوى كبيرة، شخصيات كانت في قيادات الدولة تتحدث عن سلاح منفلت وتتحدث عن خروقات انتخابية. لا تزال اليوم مخاوفنا من قضية تغييب المرشحين وقتلهم، لا يزال المغيبين غير واضحين اليوم وين أماكن تواجدهم، القتل العمد من قبل شخصيات وميليشيات لديهم ارتباطات سياسية، وتطلع اعترافات بين الحين والآخر لكن ما تنتهي التحقيقات. هاي كلها مخاوف حقيقية. زين، احنا ليش نروح أسهنا ما نقول ندعو لا تأجيل انتخابات؟ أبدا لا ندعو لا تأجيل انتخابات. وإذا تأجلت هاي الانتخابات فتتحمل مسؤوليتها القوى السياسية، على اعتبار أنه هسه المفوضية تقول احنا كملنا إجراءاتنا، خوش سووا انتخابات، بس ايش راح يصير انتخابات ما بيها أي تغيير؟ ايش راح ينتج برلمان عاجز؟ البرلمان السابق هسه بالدورة الرابعة عجز، ما سوى أي قوانين. روح شوف المصادر الرسمية والمؤسسات اللي تراقب عمل البرلمان، شوف شنو القوانين اللي أنتجها هذا البرلمان. فراح يجي قانون آخر تتحكم به كبار القوى السياسية. لما تجي رئيس الكتلة هو يتحكم بالنائب، اليوم راح يصير الوضع بالحقيقة أسوأ من الوضع السابق، وبالتالي ما راح ينتج لنا برلمان قادر على مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين ورد مظالم الشعب وتشريع قانون موازنة. هاي المهمات الأربعة. شو راح يصير؟ راح نجي ندوخ بقضية الكتلة الأكبر. هو سابقاً ثلاث قوى سياسية كبيرة تتقاسم السلطة فيما بينها، ودايخة بقضية الكتلة الأكبر، ومن يكون رئيس جمهورية، من يكون رئيس وزراء، من يكون رئيس برلمان. هاي النقطة الأولى اللي راح يصير عليها قضية الخلافات. القضية الثانية شراء الذمم، وتعرف النواب شلون اشتروا ذممهم بالمليارات. رأس البرلمان شلون صارت قضية الانتخابات عليها، رأس الجمهورية شلون صارت قضية الانتخابات عليها، والاختلافات. فهاي كلها ممهدات انه احنا نقول لازم تصير انتخابات حرة ونزيهة بشروطها واشتراطاتها. هي بالحقيقة احنا كنا رايدين المشاركة بالانتخابات، وكنا مقتحمين العمل السياسي، شاركنا ما متخوفين أبد، شاركنا وجبنا أصوات عالية. صوت جاسم الحلفي أستاذ حسام إذا تتذكر، بس هالتوضيحة هاي. بس هالتوضيحة، تفضل. إيه، أصوات جاسم الحلفي 17,000 صوت، تعادل ذاك الانتخابات بالسابقة، تعادل أصوات جمهورية، رئيس وزراء، رئيس برلمان.